مصر بتشغل مجموعة كبيرة جدا من الرادارات ثلاثية الأبعاد، منها الرادار الروسي الجبار بروتيفنيك جي اي 3 دي ثلاثي الأبعاد اللي تعاقدت عليه مصر في 2017. الرادار بيوصل مدى 400 كيلومتر وبارتفاع شاهق جدا بيوصل ل 200 كيلومتر، يعني الرادار قادر على رصد الأقمار الصناعية اللي بتحلق في ارتفاع منخفض قريب من سطح الأرض، وقادر على تتبع ما يصل ل 150 هدف في نفس الوقت، وبسرعات طيران عالية جدا بتوصل ل 8000 كيلومتر في الساعة، يعني 2222 متر في الثانية أو ما يعادل 6.5 ماخ، قدرة جبارة 6 أضعاف ونص سرعة الصوت. يعني الرادار قادر على كشف أهداف جوية بتحلق بسرعات فرط صوتية هايبرسونيك، وده بجانب قدرته على كشف جميع الأهداف الجوية المعادية الأخرى بما فيها القاذفات الاستراتيجية والطائرات التكتيكية والصواريخ البالستية وصواريخ كروز الشبحية والأجسام الطائرة صغيرة الحجم منخفضة السرعة.